على باب الرحمن لوح الحجاج اليمنيون بأيديهم وأرواحهم بابتهالات لزيارة البيت الحرام الذي يشهد كل عام ضيافة واسعة للخلق في بيت الخالق. مع وصول الحجاج اليمنيين البالغ عددهم 25,000 حاج إلى صعيد عرفة لأداء مناسك الحج، تكون مكابدات الحجاج اليمنيين في زمن الانقلاب والحرب معاناة مضاعفة بين متاعب السفر وملامح المنظر وسوء التنقل، وخصوصا إذا ما تعلق الأمر بمسألة التفويج والعراقيل التي وضعتها ميليشيا الانقلاب لعرقلة حجاج بيت الله الكريم. فبحسب مصادر في وزارة الأوقاف والإرشاد، فإن ميليشيات الحوثي حجزت جوازات السفر لألفي حاج ناهيك عن عرقلة أخرى، غير أن الصعوبات التي صاحبت نقل وتفويج الحجاج لم تنتهي هنا، فما شهده منفذ الوديعة أيام نقل الحجيج من ضغط في حركته، نظرا لكونه المنفذ الوحيد لآلاف الشاحنات والسيارات والمغتربين العائدين إلى البلاد والمغادرين منها، أدى إلى تأخير مرور قوافل الحجاج ناهيك عن اعتراضات سجلت حول نوع وسائل النقل ورداءتها رغم المبالغ التي دفعها الحجاج مقابل الحصول على وسائل نقل حديثة. نصف الحجاج بحسب مصادر إعلامية ظلوا عالقين في الفنادق بمكة المكرمة بسبب تخلف وسائط النقل المخصصة لنقلهم بين المشاعر المقدسة، وهو ربما ما دفع وزير الأوقاف الدكتور أحمد عطية للتوجيه بمعاقبة وكالات الحج التي قصرت في خدماتها تجاه الحجاج وإعادة المبالغ الزائدة عن السعر الرسمي. فبحسب وكالة سبأ للأنباء، فإن الدكتور عطية أكد أن الوكالات المقصرة في خدماتها ستعاقب وستتعرض لخصم من مبالغ الضمان الخاصة بها وإعادتها للحجاج المتضررين، وأن الوزارة لن تتهاون مع كل من يخالف المعايير التي وضعتها. مع غروب شمس يوم الخميس تبدأ جموع الحجيج نفرتها إلى مزدلفة مواصلين مناسك وأداء فرائض الحج، وبحجم الحنين لزيارة وأداء المشاعر المقدسة يرفع اليمنيون أكفهم إلى الله حاملين معاناتهم ورجاءاتهم بالغفران وتطهير بلدهم من جور الحرب وبلاء الانقلاب.